يعني هيكلية برنامجنا أن نسمعكم صوت من أحد أولاد الكويت وأبناء الكويت، اللاجئ السياسي أو أحد اللاجئين السياسيين في الخارج. وأنا حقيقة أخذت على عاتي هذه المهمة بأن لازم تسمعون صوت عيالنا برا، يعني 14 كويتي وكويتية، وبالمناسبة ترى بينهم كويتيات يعني. نعم صحيح. أيضا حصلوا على لجوء سياسي بسبب أيضا قوانين الحريات والتضييق عليهم. حرصت على أن في كل شهر ندوة من ندواتنا نسمعكم صوت من هذه الأصوات، واليوم راح أسمعكم صوت أو رسالة الدكتور عبد الله الصالح ولنستمع لها. بالخير المستشار الحقوقي الأستاذ أنور الرشيد أبو خالد، لك مني في البداية الشكر الجميل والجزيل والجليل على مساعيك النبيلة للدفاع عن حرية الرأي وعن أصحاب الرأي من المسجونين واللاجئين واللي راح ينسجنون في المستقبل، إيه وما أكثرهم، والله يعينهم. وطبعا أحب أقول لك أيضا بأن حملتكم التغريد بلا جريمة هذا الأمر مهم، وهذا السعي مشكور وعمل مبرور، والله يوفقكم. مشاركتي في هذا الصالون الثقافي المهم اللي احنا نتمنى بأنه يستمر، أحب أقول التالي بأني أنا أخوكم عبد الله الصالح محكوم ب44 سنة سجن إلى هذا اليوم، تدقون علي المرة الجاية ممكن تلاقون الأرقام أكثر. على شنو؟ على رأي، وأنا أكثر كويتي مطلوب ما بين الدول، يعني 4 دول تقاضيني، الكويت، السعودية، الإمارات والبحرين، على رأي. ماشي. أنا مشاركتي هي 3 يعني أسئلة حق الحضور الكريم. السؤال الأول، احنا اكثر قانون مضري منه هو قانون امن الدوله، الماده 4 اللي يقولون بان التعبير عن الراي عن الدول الاجنبيه هذا يعتبر عمل عدائي. المحكمه الدستوريه بتاريخ 12/5/2016 قالت بان التعبير عن الراي في الدول الشقيقه لا يعتبر عمل عدائي. يبقى الاساءه الى الدول الشقيقه لا يعتبر عمل عدائي. سؤالي، لماذا لا يمتثلون إلى حكم المحكمة الدستورية؟ ليش ما يطبقون حكم المحكمة الدستورية؟ تدرون لو طبقوا حكم المحكمة الدستورية من 2016 إلى يومنا هذا كان ما شفتوا كل الأحكام الفلكية اللي طلعت على كثير من الناس. فهذا السؤال رقم 1. سؤال رقم 2 هو كالتالي، يا أخي لماذا لا يوجد هناك شيء اسمه مخاصمة القضاء؟ يا أخي إذا القضاء أخطأ في حقي، إذا القضاء حكم علي ظلم وبهتان وزور، لماذا لا يحق لي أني أنا قاضي هذه المحكمة وقل يبقى أنتم ترى أخطأتوا، أنتم قاعدين تطبقون حكم المحكمة الدستورية، أنتم أصلا مو قاعدين تمتثلون إلى قرار القضاء المجلس الأعلى للقضاء اللي يقول بأن التعبير عن الرأي لا يعتبر عمل عدائي. لماذا تنزيه القضاء ولا يوجد هناك شيء اسمه مخاصمة القضاء؟ ليش؟ هذه الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة والمهمة أيضا في تقديري هي كالتالي، يا أخي مبدأ المعاملة بالمثل. الكويت أول ما تيها الدول الشقيقة جيراننا حبايبنا أهلنا يقولون يبا ترى فلان غلط علينا، فلان أساء لنا. الكويت يقول يبا موضوعهم عم يروحون يسرقون، إحنا كنا قضايا وأحكام السجن تنتظرنا أخو، على يبلشون من 5 سنوات ونطالب. ليش يا جماعة تحكمون علينا؟ قال يا عبد الله أنت الحين هاي دول شقيقة قاعد تخرب علاقتنا وياهم، إحنا لازم نضحي فيكم أنتم. إنزين الدول الشقيقة عيالهم لما يغلطون علينا ما شوف تلك الدول قاضت عيالها، ما شوف طبقوا عليهم قانون أمن الدولة وزارة الداخلية، ما شفناهم سجنوا عيالهم. يعني أنا سؤالي هو كالتالي، ليش الكويت حريصة على علاقتها مع الدول الشقيقة بينما الدول الشقيقة مو حريصة على علاقتها ويانا؟ يعني ليش الكويت قاعدة تبيع عيالها عشان تراضيهم، وذولي مو قاعدين يبيعون عيالهم عشان يراضونا؟ يعني هل الكويتي رخيص لهذه الدرجة؟ هذا هو سؤالي الثالث اللي أتمنى بأنه يثري النقاش، وأترك المجال
للآخرين بأنهم أيضا يساهمون. والله يوفقكم ومشكورين. وهذا الدعم يعني يثلج صدري. وعساكم إن شاء الله سالمين غانمين. وفي النهاية تحياتي وأشواقي. طبعا هذه رسالة الدكتور عبد الله صالح، وراح يكون لنا رسائل أخرى في الندوات القادمة من شبابنا وبناتنا اللاجئين الكويتيين في الخارج. بعجالة حقيقة يعني أنا وردتني يعني العديد من الأسئلة بعد الندوة الماضية، وطلبوا مني أني أشرح هاشتاج حملتنا، الحملة التغريد ليس بجريمة. البعض كان له رأي ولا زال يقول أن ليس كل ما هو يعني كل تغريدة ليس لا مش بالضرورة أنها تكون مش جريمة، يعني أكو تغريدات جريمة. نعم هذا صحيح، ونحن نقصد بهذا الأمر طبعا نحن ضد أن يكون هناك استخدام لحرية الرأي في جرائم خطاب الكراهية مثلا أو دعوة للعنف وإلى آخره من بهذا الإطار. أما بشكل عام حرية التقليد فهي حرية مكفولة ويجب أن لا يعاقب عليها القانون إلا فيما يتعلق في قضايا التي تمس الأمن وسلامة المجتمع والأمن الاجتماعي وغيره. وهذه هي يعني قالوا لي يعني لازم توضحها يعني للناس وتكون واضحة للناس. أنا لا نؤيد طبعا دعوة للعنف بحجة استخدام حرية الرأي، وهذا أيضا مرفوض. بالمجمل الحقيقة يعني خلوني يعني أذكر لكم آخر ما توصلنا إليه من إحصائية وحسب متابعتنا، وهذا اللي رصدناه والذي وصلنا له، ونعتقد بأن هذا الرقم اللي راح أذكره لكم أكثر من ذلك، الحقيقة راح يكون أكثر من ذلك. ولكن المرصود حاليا لغاية اليوم تقريبا 690 سنة حكم على مغردين كويتيين، وهذا مرصود لدينا بالاسم. ونتمنى وأنا طلبت سبق وأنا طلبت عبر حساب الحملة التغريدة ليس بجريمة من وزير العدل أن يوافينا بإحصائية. من حقنا نعرف إحصائية هذه، يعني شوف عيالنا وين رايحين. وبعدين قلنا له كم مرة يعني كل المجتمعات تضع قوانين لتنظيم حياة المجتمع، وعندما ترى الآثار السلبية لهذه القوانين تعيد النظر في هذه القوانين. اليوم القوانين هذه سببت مثل ما تفضل محمد كوارث إنسانية، أسر تشردت. من يصدق اليوم بنية كويتية عندنا بنات كويتيات لاجئات سياسيين؟ ترى ما صارت تاريخ الكويت ها عمرها ما صارت، يعني حتى في اللاجئين 1910 1938 كانوا كلهم شباب ما وياهم مرة. اليوم لدينا مرأة كويتية لاجئة سياسية. طيب ليش يا جماعة ما تعيدون النظر في هذا الأمر؟ النقطة المتعلقة بهذا الأمر أيضا هو تجاهل مجلس الأمة مع الأسف الشديد رغم محاولاتنا العديدة. وأبو محمد تطرق إلى جزئية وايد مهمة وهي ليش إحنا نقاطع الانتخابات. يعني أنا بعطيكم على سبيل المثال بالوثائق طبعا ما نجيبها من عندنا، يعني هذا سؤال قدمه العضو خالد مونس العتيبي إلى وزير العدل، إلى وزير العدل وزير شؤون مجلس الأمة. متى؟ 21/3 الماضي. ووفق اللائحة الداخلية المجلس يجب على الوزير أن يجيب على هذا السؤال خلال أسبوعين، عدو ولا لا. أنا أقول حق الشباب اللي برشحون نفسهم بالذات القريبين منا وربعنا، هذه الحقيقة. اللي تقول والله بدخل بصلح من الداخل، ما في إصلاح من الداخل، هذا سيستم فاسد وحكومة فاسدة. هذه التعامل وياكم، مش انتم منتخبينهم متى انتخبتوهم هذولا،
هكذا الحكومة تتعامل مع نوابكم الآن. يقولوا قانون وطبقوا القانون ودولة القانون. طيب انتوا لائحة داخلية ما طبقتوها. الريال سأل سؤال تمحور حول عدد القضايا الرأي وتطبيق قوانين الحريات وإلى آخره. وهذا نشرناه ترى على فكرة بحسابنا. تبي تشاركون بعد في الانتخابات؟ هكذا راح تعملون وياكم. أي مشاركة في الانتخابات هي معناتها مشاركة بزيادة الفساد وتشريع الفساد وإعطاء الفاسدين شرعية أنهم يبوقونكم. هذه حقيقة يجب أن تكون واضحة. النقطة الأخيرة عشان ما أطيل عليكم، أنا اتصلت في رئيس ديوان الوطني لحقوق الإنسان سعادة السفير جاسم المباركي، وطلبت منه بحكم أنه هو رئيس هذا الديوان والمؤسسة الحقوقية، طلبت منه أن يشاركنا ويكون ضيفنا في الندوة. وقلت له أن ندوتنا راح تكون تحت عنوان تطبيق كوارث تطبيق قوانين الحريات واللاجئين السياسيين الكويتيين. فاعترض على أن ليس هناك في لاجئين سياسيين كويتيين. قال هذول عليهم أحكام وهم هربانين من أحكام. أنا خليته حقيقة يعني قال اللي عنده كله، وقلت له بالأخير أوكي يعني نتمنى يعني مع سعادة السفير أن تحضر إلى صالون الحريات وحقوق الإنسان وتقول لنا كلامك هذا. فطبعا ما صار يعني ما ما ما, ما حصل. ونتمنى ونوجه له الدعوة مرة أخرى ونقول له الديوان الحريات مفتوح لكل الآراء، ونريد أن نسمع رأيكم كمؤسسة رسمية والتي يفترض بها أن تدافع عن حقوق الإنسان وليس عن سياسات الحكومة. وأنا طالبت في خطابي الأخير في مجلس حقوق الإنسان ومن ضمن التوصيات اللي قدمتها ورايح الآن بعد في شهر ديسمبر داعيني مجلس حقوق الإنسان للاجتماع مع الترويكة لحقوق الإنسان لمسألة أو رجوع بعار القادم للكويت في شهر 29 يناير القادم، وطالبت بإعادة مجلس حقوق الإنسان اللي عدله مع الأسف الشديد عدل قانون مجلس الأمة. هو يفترض أن يكون يعين رئيس ديوان مجلس حقوق الإنسان من قبل مجلس الأمة وليس من الحكومة، وراحوا لعبوا اللعبة غيروها وخلوه أنه يتم تعيينه من قبل الحكومة. فأنت يا مجلس يا ديوان وطني راح تكون أنت بذات الوقت يعني أنت الخصم والحكم. لا تستطيع أن تدافع عن حقوق الإنسان، لا تستطيع أن تدافع عن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، لا تستطيع أن تدافع عن البدون. وعلى الفكرة وصلني خبر الآن إحدى الشباب البدون منتحر، وفي واحد ثاني اليوم منتحر. فتتخيلون انت حريات آلاف. وهذا الكلام انا قلت المرزوق، قلت لرئيس مجلس الأمة، كانت معي الأخوات الفاضلات إيمان حياة وإيمان عيسى، قلت له هذه السنة راح يكون سنة اسمها مجزرة الحريات في الكويت. إن لم يتم تدارك الأمر وتعديل هذه القوانين راح تصير مجزرة للحريات. وبالفعل الآن نحن مجزرة للحريات. آخر واحد صدر على 140 سنة سعد المسيلين من الطرائف، يقول لك لو دخل اليوم راح يطلع 1139. من الطرائف أيضا واحد قال لا هذا يعطونا السجن المركزي بوضع اليد. هل يعقل في بلد الحريات أن يحصل ذلك؟ هل يعقل في بلد التي تدعي الإنسانية أن يحصل فيها ذلك؟ وعندما نقول كوارث فهذه الكوارث ما يصير. وقبل الختام أرجو وأتمنى حقيقة من كل الشعب الكويتي أن يوم الأربعاء
يكون كله في ساحة الإرادة. دعوة أخونا أبو محمد دعوة حق وجاءت بوقتها، خلاص طفح الكيل وبس، عاد مسخت مسخت ما عاد فيها. وعلى فكرة بختم بهذا الكلمة، ترى ما حد راح يدافع عنكم. يوم في سنة 90 كانت الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الدستور ودولة القانون دافعت عنكم، لكن الآن بماذا؟ مثل ما قال محمد، من شو راح يدافع عنكم؟ شو راح يدافع عنكم الدول؟ ما يحك ظفيرك إلا ظفيرك. إن لم تتحركوا وتنزلوا الإرادة وتعبروا عن إرادتكم برفضكم لهذا الفساد ورفض هذه الانتهاكات للحريات ورفض كل التدخلات اللي تحصل في مجلس في مجلسنا بيت الشعب اللي هو بيتنا اللي احنا ما لنا علاقة فيه اليوم، ولا يخلونا ناخذ حقنا فيه ولا نقول رأينا فيه ولا هذا. اشتروا كلهم إلا ما ندر طبعا، مع الأسف الشديد رحنا لهم وقدمنا لهم قوانين الحريات بيت الشعب الذين أقسموا بأنهم يذودوا عن حرياتنا، طلعوا كلهم كذابين، الملتحي والغير ملتحي. وبس بقول بالنهاية، يعني لمن رفعوا شعار المظلومية وينكم، ولمن هم ملتحين في مجلس الأمة وصجوا راسنا في هل التفاهات والخرابيط الزيادة، وينكم يعني؟ وينك يا هايف عن قسمك؟ أنت أقسمت باسم الله، أقسمت باسم الله بأن تدافع عن حريات الشعب، وينكم أنت؟ وين الملتحين؟ وينك يا محمد الدلال الذي وعدنا؟ محمد الدلال مكلمني أنا ومكلم إيمان العيسى وقال لها راح اتبنى هالقوانين. طيب محمد دلال وينك عاد تبنى هالقوانين؟ اتصادف ويا اسامه الشاهين، طبعا راح اتكلم عن البقيه لان الحقيقه يعني ما يستحقون حتى ان نذكر اساميهم لانهم خذلونا، وقبل لا ان يخذلونا خذلوا الشعب، وقبل ان يخذلوا الشعب نكثوا بقسمهم. هذا النواب اللي أنتم تروحون تنتخبونهم، لذلك أنا أتمنى حقيقة أن يكون الانتخابات القادمة مقاطعة كاملة، وما يكون هناك في مقاطعة إلا أو انتخابات إلا بعد تعديل قانون الانتخاب، إلا بعد أن ترفع السلطة وقوى الفساد بالدولة عن التدخل بالانتخابات، وأن يشيلوا البلوكات من الدوائر، ويرجع وترجع ويرجع مجلس الأمة إلى 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 حق الشعب، اسمه مجلس الشعب.